بنعاني بعد اصابه الشناوي، وده قليل قوي ان انت تلاقي جون بيعمل ماتش واثنين وثلاثه بشكل كويس. احنا محتاجين فعلا فرقه كويسه نشوف احنا فين من الفرق الكبيره. مين حارس مرمى مصر الاول حاليا في ظل اصابه الشناوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل سنه طيبين، وموقع يلا كوره طيب، وكل عاملين فيه والامه العربيه. اكيد احنا الفتره اللي فاتت بنعاني بعد اصابه الشناوي، لان هو طبعا اللي كان حارس مصر الاول الفتره اللي فاتت، ومشاركته والبطولات اللي حققها والماتشات الكويسه اللي عملها، فهو قدر يمسك في المكان ده لمده طويله. ولكن بعد اصابته اعتقد ان دلوقتي ما اعتقدش ان لسه حد وصل لهذه الفورمه او وصل لثقه الناس ان هو حارس المنتخب، لان علشان تبقى جون مصر لازم تقعد ماتشات كتيره وبطولات كتيره، تأدي بشكل كويس وتحافظ على مكانك وعلى مستواك وعلى المساعدة سواء في فرقتك أو في المنتخب، أن أنت تساعد الفرقة في إحراز البطولات. فأعتقد أن احنا الفترة دي لا، لسه ما فيش حارس يقدر أو ياخد المكان ده للفترة الحالية حاليا. يعني بما ان الشناوي مصاب، مين هو الحارس الاقدر بحراسه مرمى منتخب مصر حاليا؟ انا اقول طبعا ان احنا بنتكلم في اربعه دلوقتي موجودين. اعتقد ان طبعا المؤهل ابو جبل، لان هو عنده من المشاركه الدوليه او وجوده في المنتخبات او الاحتكاك الدولي، سواء كان في نادي الزمالك او لفترات المنتخب اللي انضم فيها، ده اللي يأهله. رغم ان هو لسه مستواه لسه مش هو بتاع الفتره اللي فاتت، لان هو فقد كتير جدا من الفورمه اللي كان وصل لها لمرحله ما. مصطفى شوبير لسه انضمام لاول مره للمنتخب، فمحتاج لسه فتره كبيره رغم مشاركته مع النادي الاهلي وظهوره بشكل كويس. المهدي سليمان عدم وجوده في اهلي وزمالك، فما عندوش الاحتكاك الدولي الافريقي. وعواد برضو الفتره اللي فاتت برضو عنده عدم مشاركته المستمره الفتره اللي فاتت للتبادل الماتشات مع محمد صبحي، فبرضو وفتره كبيره بقاله كتير بره كان بره المعسكرات المنتخب. فاعتقد ان ابو جبل هو الفتره دي اللي هيبقى مؤهل بشكل كبير ان هو يحرز مرمى المنتخب الفتره. نيجي الحته بقى حضرتك كنت مميز فيها قوي، وسؤال مهم، مين افضل حارس حاليا بيلعب برجله في مصر؟ اعتقد ان في اكتر من حارس، منهم شريف اكرامي، منهم احمد الشناوي، منهم المهدي سليمان، دول من الحراس اللي بيلعبوا ببيوم كويس، دخل معاهم محمد صبحي. لان لعب بالرجل ده ليه شويه تفاصيل، لازم ان انت مش بس بتشوت كويس او بتعمل الكونتر اتاك او الفولي او الهاف فولي، لا، ليه علاقه ان انت ازاي بتلعب بيلد اب من تحت وتطلع ما بين الخطوط، وازاي بتنقل الهجمه مع ضغط الخصم عليك، فليها حاجات كتيره. ولكن الاجوان دي مع التدريب مع مدربين وقدروا يتعلموا وقدروا ينفذوا ده بشكل كويس. عايزين بقى نطلع بره اهلي وزمالك، واسال حضرتك مين الحارس الواعد اللي بره الاهلي والزمالك؟ اعتقد ان والله الفتره اللي فاتت انا شايف ان في صبحي سليمان ده حارس الجونه، وده كان في الاتحاد السكندري، وشايفه بشكل كويس قوي ان هو بقاله 6-7 ماتشات بيظهر مع الجونه بشكل كويس في مستوى ثابت، وده قليل قوي ان انت تلاقي جون بيعمل ماتش واثنين وثلاثه بشكل كويس. وظهوره ده خلاه ان هو ياخد راجل المباراه لثلاث او اربع ماتشات من ضمن ال7-8 ماتشات اللي ظهر فيهم بشكل كويس، وده حاجه كويسه. فانا اعتقد ان لازم يبقى في نظره ليه، وشايف ان هو من الحراس اللي جايين والناس المميزه جدا يعني. طب توقع حضرتك نتيجه ماتش مصر كرواتيا، وتحديدا ده النهائي الاول اللي تحت قياده الكابتن حسام حسن؟ طبعا اتمنى ان المنتخب يظهر بشكل كويس ونتيجه تبقى ايجابيه بالنسبه لنا، واحتكاك قوي برضه، لان احنا محتاجين فعلا فرقه كويسه نشوف احنا فين من الفرق الكبيره. وهيبقى عامل مساعد ان في جهاز فني جديد، فالناس لازم تظهر باحسن صوره في بلدنا، في ملعب جديد، في جمهور ان شاء الله يبقى اكتر من الماتش اللي فات، مع فرقه محترمه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نستفاد من هذه التجربه ونبني ان شاء الله عليها الفتره الجايه. طب سؤال لحضرتك اخير عن دوره زاجيم في ملاعب بالم هيلز، ومين في رايك المنافس الاقوى لفرقتك في دوره زاجيم؟
بص انا اسامي الفرق، في فرقه الحمديه وفي فرقه يعني في كذا فرقه انا مش حافظهم قوي، ولكن احنا لسه اول ماتش لينا النهارده فهنكتشف بقى الفرق، ولكن احنا معانا فرقه كويسه. وعلى فكره هم مش كلهم لعيبه دوري ممتاز او معروفين، معظمهم لعيبه خماسي ولعيبه بتاع الدورات صغيره وعندهم ممارسات في الدورات ديت، فماتشات هتبقى قويه، بطوله منظمه بشكل كويس قوي في ملعب بالميز زي ما انت شايف، نظام وملعب كويس وامكانيات. فاتمنى ان شاء الله ان الناس اللي بتيجي تتفرج تتبسط، واحنا في نفس الوقت نشوف بقى الماتشات اللي جايه مين، ولينا بقى لقاءات كتيره ان احنا ان شاء الله اقدر اقول لك ان الفرق الصعبه اللي احنا ممكن نقابلها وتتعبنا شويه هنقابلهم امتى وفي انهي مرحله، بس نعدي بقى الماتشات الاولانيه دي باذن الله على خير. شكرا كابتن عم منصف، وكل سنه وانت طيب، وبالتوفيق ان شاء الله في دوره الزاجيه. شكرا، ميرسي، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا.